بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام اهلا بكم، حلقه جديده من درع الوطن. تحتفل مصر بعيد العمال بحضور وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. النهارده يتم تكريم بعض النقابيين وبعض العمال، وكمان يفتتح السيد الرئيس بعض المصانع في المجالات المختلفه. مشاهدينا الكرام، من مدينه الصلاحيه الجديده بمحافظه الشرقيه نحييكم وحلقه جديده من درع الوطن. تفضلوا استراحة، كل سنة وانتم طيبين. تفضلوا. في الأول من مايو من عام 1886 نظم أكثر من 300 ألف عامل في شيكاغو في أمريكا إضراب عن العمل، وكانوا بيطلبوا بمطلب واحد بس، هو تحديد ساعات العمل لـ8 ساعات فقط. وحصلت مواجهات بين الشرطة والعمال المضربين، وتخليداً لذكرى العمال اللي ماتوا عشان قضيتهم أصبح يوم 1 مايو من كل عام عيد للعمال في معظم دول العالم ومن بينها مصر. عمال مصر اللي وصل تعدادهم دلوقتي لأكثر من 30 مليون عامل، أيادي تتلفف حرير، قوة بشرية بتحقق الحلم الكبير بجمهورية جديدة شعارها الأمل والعمل. في الأول من مايو من كل عام بتجدد الدولة المصرية عهدها بحماية عمالها، رأس مالها وكنزها الحقيقي اللي بتزيد قيمته وغلاوته يوم بعد يوم، واللي بيهم مصر اتغيرت من حال لحال وقدرت تواجه التحديات وتصنع المعجزات. وبتواصل الدولة المصرية تنفيذ رؤيتها الوطنية لنهوض بأوضاع العاملين من خلال ملفات عديدة، من بينها إقامة المشروعات العملاقة اللي بتوفر عشرات الآلاف من فرص العمل. مشاهدينا الكرام، بتحتفل مصر النهارده بعيد العمال، ويسعدنا يكون معانا السيد الوزير حسن شحاته وزير القوى العامله. اهلا بيك يا فندم وصباح الخير، وكل سنه وسيادتك طيب. اهلا وسهلا بيكم، وكل سنه وكل عمال مصر بخير وسعاده. دايما يا فندم عمال مصر هم دروع درع مصر الواقي في مختلف المصانع ومختلف المجالات. النهارده واحنا بنحتفل بعيد العمال بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، النهارده كلمه لعمال مصر تقول لهم ايه النهارده؟ احنا بنقول لعمال مصر كل سنه وانتم طيبين، ومبروك عليكم عوده الروح. عوده الروح هنا تعني ان احنا كان بقالنا 3 سنين ما بنعملش احتفاليه لعيد العمال بسبب ازمات الكورونا اللي كانت موجوده، ولكن دلوقتي طبعا باصرار وتوجيهات من فخامة الرئيس بأن لازم يتعمل احتفالية لعيد العمال، فدوت أنا بقولها لكل عمال مصر مبروك عليكم عودة الروح. سيادة الوزير، احنا عندنا عمال مهرة في مختلف الحرف، يعني توفير فرص عمل سواء داخل مصر أو خارج مصر لعمال مصر المهرة. وزارة القوى العاملة بتعمل على أنها بتحاول تتوفر فرص عمل للعمالة الموجودة داخل مصر، ولكن اللي أنا بقوله للعاملين داخل جمهورية مصر العربية ما تستناش فرصة العمل، أنت اخلق لنفسك فرصة العمل، شوف سوق العمل محتاج إيه ووصل ليه، غير من الثقافة، غير من أن أنا أكون خريج إيه لازم أشتغل في نفس الوظيفة، لا، أتدرب. القوى العاملة جاهزة للتدريب وإعادة تحويل المسار لجميع الشباب اللي موجود في مصر. سيادة الوزير، عندنا حاجه جميله جدا في جميع المحافظات هي مراكز التدريب المهني تبع القوى العامله، مش كده؟ تطويرها يا فندم وتحديثها واستيعاب العمال او الطلبه اللي هم عندهم حرف، يعني حرف مهمه جدا ومتخصصه عند هؤلاء العمال. وزاره القوى العامله تمتلك 75 مركز تدريب، منها الثابت ومنها المتنقل، وفي العربيات المتنقله اللي بنلففها في جميع انحاء الجمهوريه. مراكز تدريب احنا بنشتغل على تدريب 49 مهنه للشباب المصري، وبنضربهم على سوق على احتياجات سوق العمل. اللي ناقصنا بس ان الشباب يتجه للثقافه دي، يغير من نعمل ايه يا فندم؟ نعمل فيها عندهم عشان نحسهم على هذا العمل. احنا عندنا نموذج النهارده هيتعرض في التكريم، سيدة خريجة جامعة بكالوريوس تجارة وبتشتغل سواق على عربية نقل سياحي،
كويس. فده نموذج كلنا لازم نشوفه يعني. حتى انا لما بسالها بقول لها طب انت مستنيه تشتغلي بالمؤهل بتاعك؟ قالت لا انا غاويه السواقه وبشتغل سواق وهكمل في الكارير ده. فلو الشباب كله ياخد هذا الطريق هننجح ان شاء الله. ان شاء الله. سيادة الوزير، ده اخيرا، هل في تنسيق بين القوى العامله والمصانع اللي موجوده في مصر لتوفير فرص عمل للشباب والشباب اللي هم عندهم حرف متميزة في هذه المجالات؟ أكيد أي منشأة بتنشأ داخل جمهورية مصر العربية بيبقى ليها اتصال مباشر بوزارة القوى العاملة، بنشوف احتياجاتهم إيه وبنلبي لهم احتياجاتهم في سوق العمل، ونشوف إذا كانت المهنة موجودة بنورد ليهم على طول للعمالة، إذا ما كانتش موجودة بندرب ونلحقهم. ووزارة القوى العاملة بتقوم بدور كبير في توفير فرص العمل عن طريق ملتقيات التوظيف والنشرة القومية للتشغيل بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص. وبنستعد خلال أيام لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللي هتساعد في فهم وضبط سوق العمل. ده غير افتتاح وتشغيل وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج لتسهيل حصول ولادنا الراغبين في السفر على كل خدماتهم بسهولة ويسر. وكمان الارتقاء بالتدريب المهني بقى اتجاه بلد بحالها، والنهاردة حققت مصر نقلة نوعية بوجود 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية. ومن خلال مبادرة مهنتك مستقبلك اللي بتنفذها وزارة القوى العاملة في إطار مبادرة حياة كريمة، أطلقت منظومة التدريب المهني من أجل التشغيل. وفي خطتها الحالية 2022-2023 هتوفر لولادنا 479 دورة تدريبية ل 49 مهنة لأكثر من 9450 متدرب ومتدربة بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين. مشاهدي الكرام، بنرحب بالأستاذ محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. أهلا بيك يا فندم وصباح الخير. أهلا بيك يا فندم وصباح النور. انت طبعا اسعد واحد النهارده بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده بين عمال مصر للاحتفال بعيد العمال. طبعا يعني تشريف فخامه الرئيس ده اكبر دليل على اهتمامه بالعامل والعمال، وطبعا دي وسام على صدرنا ان فخامه الرئيس يكون موجود معانا. احنا بقالنا سنتين يمكن كورونا بعدتنا عن فخامه الرئيس، انما النهارده فعلا اسلك صدورنا واحنا طبعا سعداء جدا انا وعمال مصر كلها. دور الاتحاد العمال في الاهتمام بعمال مصر لتوفير فرص عمل لعمال مصر والاهتمام بمصالحهم المالية والاجتماعية والصحية. طيب يعني احنا في البداية طبعا اهتمام اتحاد عمال مصر هو في المقام الاول هو الحفاظ على حقوق العاملين، وطبعا احنا بنشكر يمكن بعض المؤسسات واللوائح اللي هي احنا مشاركين في جميع اللوائح. ويمكن بس يعني برضو عايز ألقي الضوء على حاجة مهمة جدا، ان الدولة بتوفر لنا ان احنا بنبقى مشاركين في جميع الهيئات الاقتصادية اللي والامور اللي بتخص العاملين والتشريعات اللي بتتم في مجلس الاداره. في المجلس بالظبط كده، اعضاء مجلس الاداره. يعني انا احنا مشكلين في المجلس النقابي موجود في المجلس الاداره طبعا، وده مهم جدا يا فندم. ده هو اللي بيحاول ان انت بتوصل صوت العمال وبتدور على تعمل بتقول حقوق العمال فين، ودي نقطه مهمه جدا ان انت تبقى في قبل ما يبقى القانون يطلع او التشريع موجود انت موجود فيه. فدي طبعا بتبسط، لانك انت دورك انك انت تطلع القوانين يحصل فيه توازن ما بين اصحاب الاعمال وما بين العمال وما بين الحكومه او يعني الجهه الاداريه. فده مهم جدا انت تبقى موجود قبل ما يطلع القرار علشان يبقى بيئه عمل مناسبه للجميع. استاذ محمد، يعني النهارده بتحلم بايه لعمال مصر؟ بحلم بحاجات كتير جدا، ويمكن انا في كلمتي هتلاقي بقول ان انا بحلم ان انا العامل لما يطلع معاش ياخد على اخر اجر يبقى بيحصل عليه. ودي طبعا فخامة الرئيس شرفنا وعمل القانون التأمينات الاجتماعية الجديد، وده هيحققه خلال الفترة الجاية. بحلم بتأمين طبي شامل لجميع افراد الشعب المصري. بحلم بتدريب ويبقى التدريب ده مهم جدا يا فندم، والاهتمام بالعامل نفسه والارتقاء بمهنته. احنا لابد ان احنا نهتم بالتدريب، والاهم من التدريب كمان ان احنا نشوف سوق العمل ويبقى فيه توازن، ان العامل يبقى طالع مدرب على شكل عالي بشكل كويس جدا،
وده انا عن نفسي بهتم جدا بالتجربه الالمانيه اللي هي التعليم المزدوج داخل مصر، لان هو دي المخرج لنقطة عامل على كفاءه عاليه. هنبص النهارده نلاقي في مصنع من المصانع اللي شغاله في ابدا شغال في موضوع التعليم المزدوج، هتلاقي طلبة قاعدين في المصانع. عايز برضو يعني أبسط للمشاهد بتاعنا يعني إيه التعليم المزدوج. يعني بيبقى 75% عملي و 25% نظري، فبيطلع العامل بالحرفة، العامل بيطلع مؤهل لسوق العمل مباشرة، وبياخد الخبرة من أصحاب المصانع والمهندسين الموجودين. فدي التجربة دي هي اللي تتناسب مصر في المرحلة القادمة والحالية والقادمة، بجانب ان انت الدول الخليج النهاردة العامل المصري مشهود له بالكفاءة، اللي ان كمان جديد النهاردة ان انت اوروبا فتح دراعاتها للعمالة وبالك، فمحتاج دور بقى الاتحاد يا فندم عمال مصر لتوفير فرص عمل سواء خاصة خارج البلاد. والله يمكن احنا دورنا بيبقى في تدريب وتثقيف، اتحاد عمال مصر عنده مراكز تدريب يمكن اكتر من 60 مركز، وده بيأهل وبيثقف. مركز التدريب المهني؟ لا، احنا عندنا الجامعة العمالية طبعا رقم واحد، وعندنا الثقافة العمالية، ودي بتأهل وبتعمل تدريب على اعلى مستوى للعاملين، بتخرج منه عاملين على مستوى عالي جدا، وبتدي كمان شهادات السلام والصحه المهنيه، ودي احنا واخدين طبعا، ودي اوريدي احنا واخدين شهاده من وزاره القوى العامله، ودي بتبقى انت نابع منك انك تقدر توصل العامل للمستوى المرجو ليه، لان سوق العمل النهارده مش هياخد العامل اللي هو مش مدرب تدريب جيد. قوافل التدريب المهني بتلف كافه المحافظات وبتعيد اكتشاف مواهب العماله المصريه في القرى الاكثر احتياجا وبتقدمهم لسوق العمل. وعلى طريق التغيير بنواصل تطوير التدريب الفني بالتعاون مع شركاء النجاح من خلال مشروعات ومخططات جديدة هدفها تنمية المهارات في مختلف القطاعات الصناعية وفق أرقى المعايير الدولية لتحقيق حلم الاكتفاء الذاتي في مختلف الصناعات. ومع اهتمام القيادة السياسية بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، شكلت وزارة القوى العاملة وحدة مركزية لمتابعة تدريبهم وإنهاء إجراءات تعيينهم ضمن نسبة 5% المنصوص عليها بحكم القانون. وأثناء أزمة كورونا وكعادة الدولة المصرية اللي عمرها ما تخلت عن أبنائها من العمال، ولما تأثر سوق العمل المصري زي غيره من الأسواق الخارجية، زاد حرص الدولة المصرية على دعم العمالة غير المنتظمة بمنح رئاسية بتكلفة إجمالية بلغ 4,586,000,000 جنيه على 6 دفعات. ورغم الأزمات بلدنا رفعت الحد الأدنى للرواتب والمعاشات وعملت برامج للحماية الاجتماعية، وأهمها المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وفوق كل ده أسست مصر صندوق إعانة الطوارئ للعمال، واللي قدم من يوم ما تأسس ولحد النهاردة أكتر من 2,188,000,000 جنيه إعانات طوارئ، وسد عجز منهم 1,600,000,000 جنيه استفاد بيها 422,000 عامل داخل أكتر من 3,900 منشأة بقطاع السياحة. السيدة شيرين فتحي إسماعيل محمد، مدير إدارة بإدارة الإعلام بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، تحدت كافة الظروف التي واجهتها وتفوقت في عملها بالرغم من فقدها لبصرها، كما قامت بحفظ القرآن الكريم حيث تقوم بتعليم الأطفال القراءة والكتابة بطريقة برايل. مشاهدينا الكرام، معانا النهارده بعض المكرمين من السيد الرئيس من ذوي الهمم. اهلا بيك يا فندم، صباح الخير. اهلا بيك يا فندم، صباح الفل. اتعرف على حضرتك. شيرين فتحي اسماعيل محمد، اداره الاعلام بشركه ايجاز، الشركه المصريه القابضه للغازات الطبيعيه ايجاز. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. يعني شعورك النهارده وانت بتتكرمي من السيد الرئيس ايه؟ أنا مبسوطة جدا وأنا بتكرم، وطبعا بشكر كل الناس اللي رشحوني في النقابة من نقابة البترول ومديرتي يسرية لطفي، أستاذة يسرية لطفي، بشكر كل اللي رشحوني أو شايفين إن أنا حاجة، وإن شاء الله هبقى بيهم وبيكم حاجة كبيرة قوي، وبسيادة الرئيس طبعا. أنا عارف إن أنت بتعلمي حفظة للقرآن الكريم وبتعلمي كمان بطريق برايت. أنا
من طريقة برايل، ده كان الأول ولازلته طبعا وبحفظ قرآن كريم الحمد لله وبقوله في الحفلات، بس الجديد إن أنا كمان بقيت أخذ دورات إعلام وهندسة صوت وفويس أوفر تعليق صوتي وكده، فأنا نفسي دايما أفتح مجال المكفوفين. أنا ليا فيديوهات وأنا بقرأ نشرات أخبار وحاجات زي كده. كعالمية بقى وزميلة، ده شرف لينا فندم. أنا نفسي بس أفتح باب للمكفوفين، إحنا عندنا فعلا مكفوفين مذيعين بس هم قليلين وفي مجالات محددة. أنا نفسي يبقى لينا هوا، ونفسي يبقى لينا تعليق صوتي زي ما أنتوا هنا في الحفلات هنا بيبقى فيه تعليقات صوتي، إحنا لو شاركنا فيه، إحنا مهندسين صوت شاطرين على فكرة. تشرفينا وتنورينا. ليك يا رب، الله يخليك الله يخليك. قولي بقى لذوي الهمم كلهم النهاردة وأنت سيادة الرئيس بيكرمك، تقولي لهم إيه النهاردة؟ أقول لهم مفيش حاجة مستحيلة، انشروا نفسكم بنفسكم، محدش هيشاركوا. يعني أنا عشان أنا بحب أقول قرآن وبحب أعمل حاجات بصوتي في الشغل عندي، فعشان كده أنا اتشهرت. أنتوا نفسكم اللي تقدروا تشهروا يعني نفسكم بنفسكم، محدش هيشاركم. ما تكونوش قاعدين وحاسين إن أنتوا خايفين ومنتظرين شغل أو منتظرين حد يعطف عليكم. حتى نظرة المجتمع تجاوزوها، حتى لو حد قال لكم يا عيني يا حرام، تجاوزوا نظرة المجتمع، لأني أنتوا اللي هتغيروا المجتمع. السيدة شيماء عبد المنعم محمود إبراهيم، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نموذج للمرأة المثابرة والمجتهدة في عملها، حيث لعبت دورا كبيرا كأمين صندوق للجنة النقابية بشركة قها. مشاهدي الكرام، معنا احدى المكرمات النهارده من السيد الرئيس. صباح الخير يا فندم. صباح النور. نتعرف على حضرتك. شيماء عبد المنعم محمود. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. شكرا النهارده والسيد الرئيس بيكرمك. طبعا انا فرحانه جدا، فخامه الرئيس ان هو اختارنا وكرمنا، دي حاجه كبيره قوي عندي، يعني ما عندكش فكره دي. حضرتك في اتحاد العمال مش كده؟ اتحاد العمال. قولي لنا بقى يعني دور اتحاد العمال في الدفاع عن مصالح حقوق العمال داخل المصالح والمصانع. هو احنا طبعا دايما كنقابات عماليه بندور على حقوق العمال من ناحيه الرواتب، من ناحيه حقوقهم ومكتسباتهم، ان احنا نفضل محافظين عليها ما تقلش، تزيد بل نزودها. اي مشكله لاي عامل مع الاداره بنروح نحلها، بنعمل دورات تدريبيه للعمال، بنحاول ان احنا مثلا نفهم العامل حقوقه وواجباته، لانه هو زي ما هو بيطالب بحقوق هو المفروض عليه واجبات. لان طبعا في اوقات عمال بتيجي تقول لك انا حقي كذا، طب انت اديت ايه للشركه؟ عملت ايه؟ ايه دورك انت كمان؟ بس النهارده شعورك والنهارده السيد الرئيس بيكرمك ايه؟ مبسوطه جدا طبعا، دي حاجه فخر ليا وفخر لكل النقابات العماليه ان هو اختار ناس من النقابات العماليه عشان يكرم. ثانيا، المكرمون من القطاع العام موطي الامتياز من الطبقه الاولى، السيد عادل عبد الرحمن سيد احمد من العاملين السابقين بوزارة الطيران المدني، حيث شغل منصب مدير عام بدرجة كبير كتاب بالوزارة، أحد أكفأ العمال السابقين البارزين والمتميزين في عملهم ويتصف بالكفاءة والالتزام. مشاهدي الكرام، معنا أحد المكرمين النهاردة. صباح الخير يا فندم، ونتعرف عليك. أهلا وسهلا يا فندم، عادل عبد الرحمن سيد أحمد الشافعي، وزارة الطيران المدني. اهلا وسهلا يا فندم. الجوي قولينا النهارده والسيد الرئيس بيكرمك، كان شعورك عامل ازاي؟ حضرتك انا نقابي 4 دورات متتاليه، والحمد لله اشتغلنا بمنتهى الاخلاص، واشتغلنا مع كل وعملنا كل حاجه للعاملين، وحلم كل نقابي ان هو ده التوب بالنسبه للنقابي، ان هو طبعا النتيجه في الاخر. النقابي في مصر اخباره ايه يا فندم؟ عاوزين نطمن عليه. والله احنا طول عمرنا العمل النقابي، مصر في النقابات اصلا كانت دوله رائده دايما، كبير جدا في النقابات، ولنا دايما علاقات بالمنظمات الدوليه، واحنا كان بيجينا نقابيين من دول عربيه مختلفه، من ليبيا ومن العراق ومن الكويت ومن الصين ومن مختلف الدول يعني، وكنا لنا بعثات رايحه جايه وبعثات جايه، بنتبادل الخبرات والاردن وسوريا، حاجات كتير الحقيقه يعني. فكان الحقيقه كنا بنديهم خبرات وبناخد منهم خبرات. وفندم خبرة سيادتك الطويلة ديت تنقلها ازاي للنقابين الجداد واللي موجودين دلوقتي؟ والله انا دايما اقول، حتى لسه قايل من شوية الواحدة معانا زميلتنا لسه جديدة يعني طالعة نقابية في البداية كده، قلت لها يا بنتي اهم حاجة اشتغلي باخلاص، اعملي خدمة الناس بمنتهى الاخلاص وما تدوريش على المقابل، سيبيها من عند ربنا، بس اخلصي وهتلاقي النتيجة من عند ربنا اكتر من عند اي حد.
وده اللي انا عملته في حياتي والحمد لله ربنا كرمني كرم كبير. انا بشكرك يا فندم والف مبروك وكل سنه. اشكرك يا فندم اشكرك وتحياتنا لسياده الرئيس، هو يعني مش عارف اشكره ازاي على التكريم والحفله الجميله دي اللي عملها لنا. موطي الامتياز من الطبقه الثانيه السيده منيره محمد محمود الشياتي من العاملات السابقات بشركه مصر للطيران للخدمات الارضيه، حيث شغلت منصب مدير اداره شؤون الخدمه. نالت تقدير الجميع نتيجة احترافها ودقتها في العمل. مشاهد كرام معنا أحد المكرمين نتعرف عليكم. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. منيرة محمد محمود. اهلا بيك بحضرتك. لنا النهارده شعورك وبالست الرئيس بيكرمك النهارده. سعيده جدا، انا مش مصدقه ان انا بتكرم النهارده. انا كنت بشتغل في مصر طيران للخدمات الارضيه 42 سنه وطلعت معاش من 18 سنه، وانا اديك صح. ربنا يكرمك ربنا يخليك. وسعيده جدا النهارده بالتكريم، ان هم لسه فاكريني وان هم لسه بيكرموني، وده كان يعني حلم ان انا اوصل، لان انا متخيله ان هم الست الرئيس هيكرمك النهارده. لا والله ده الحقيقه كانت مفاجاه جميله بالنسبه لي. قولي لنا بقى، تقولي لعمال مصر النهارده وسيدات مصر ايه النهارده؟ انا وهم طيبين، وربنا يعني كده يكرمنا ويخلي الرئيس السيسي ويحفظه لمصر ويخليه لمصر. مصر بتدينا كل حاجه حلوه وبلدنا جميله، وان الانسان لما بيتقي الله في عمله ان ربنا بيجازيه خير، والحمد لله يعني ربنا يعني يكرمنا جميعا ويحفظ بلدنا ويحفظ الرئيس ويخليه لمصر يا رب. قولي لنا تجربتك بقى مع مصر الطيران لمده 42 سنه. انا سعيده جدا بعملي في مصر الطيران 42 سنه. انا كنت بعشق مصر الطيران وبحب بلدي وبحب عملي، والحمد لله قضيت مده خدمتي كلها بالحب وبالخير وبالمحبه ما بين الناس، كان كل شيء جميل، ويعني انا كنت بعشق عملي. والعمل في مصر الطيران شركه من الشركات الجميله في مصر وشركتنا الوطنيه الحبيبه، والحمد لله يعني كانت بتمنى يعني ان الجيل اللي طالع كله. ايوه نصيحه بقى للشباب اللي طالع، هم بالحب وبالخير، ان ربنا ايوه يخلي مصر دي احسن بلد في العالم، لان بنحب بلدنا وبنحب بلدنا مصر دي اجمل بلد في الدنيا، ربنا يحفظها ويخليها ويخلي لنا الرئيس يا رب. وسام العمل من الطبقه الثالثه السيده رشا عبد السلام عباس ابراهيم صاحبه مشغل خياطه ببني سويف. نموذج مشرف في عملها، حيث تلقت دورة تدريبية بأحد مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة، مما ساعدها في عمل مشروع خاص بها. مشاهد كرام معنا يعني أختي فاضلة النهاردة اتكرمت من سيد الرئيس، اتعرف عليك وصباح الخير. صباح النور حضرتك. اتعرف عليك. اسمي رشا عبد السلام من بني سويف. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. قولي لنا بقى شعورك النهارده والسيد الرئيس بيكرمك. والله هو تعب السنين كلها راح في اللحظه ديت. قولي لنا تجربتك بقى ايه مع التدريب والمشروعات اللي انت ابتديتي فيها؟ قلت كتير عن تدريبي، انا استفدت منه ايه بصراحه، بس اكتر حاجه هو قواني وخلاني مش خايفه من بكره، خلاني ان الحاجه دي تبقى صنعه في ايدي انا، مهنه في ايدي انا. إيه ان انا مش عايزه اروح لحد اقول له عايزه اشتغل ويقول لي سيبي ورقك ونتصل بيكي. إيه لو هيدخل لي دخل المكنه اللي انا شغاله عليها ديت 10 جنيه يوميا. انت اتدربت فين يا اختي رشا؟ انا اتدربت تبع وزاره القوى العامله، كان في اعلان نزل على صفحه وزاره القوى العامله، وشفت الاعلان وشفت الورق المطلوب ورحت قدمت عليه. المهنه كانت ايه بقى اللي انت تدربت؟ تفصيل وخياطه. تفصيل وخياطه. قعدت كام مده تتدربي؟ قعدنا 40 يوم. 40 يوم. بعد ما خلصت التدريب ايه اللي تم معاك؟ هو انا اول ما اخذت البترون الجيبه الساك والجيبه الافيزيه، عملت اول جيبه عرضتها على تاجر في سوق العمل، نزلت وقلت له لو انا نفذت جيبه زي كده تشتري مني، طلب مني 50 جيبه وانا كنت لسه اول جيبه اعملها. الله يبارك عليك. لسه في التدريب، فكنت قلت خلاص طالما اتقنت حتى لو جيبه بس هشتغل على الجيبه بس هتبقى رضا الحمد لله. بعدها خدنا البترون المجسم وبترون المسطح، عملت تيشرتات اطفالي وعملت دريس ليا، عملت اربع انواع جيب من
افيزي وسك وكلوش وكل حاجه نفذتها تخص التفصيل. بعد ما ابتديتي كده سوق العمل اخباره ايه معاكي؟ هو انا ما استنيتش سوق عمل، انا اللي رحت يعني عشان تسويقي. رحت مدرسه خاصه، طلبت منهم اعرف لون زي المدرسه وتصميمه كده. فكان التيشيرت لونه رصاصي وشروال اسود، عملت 100 و100 ودخلت جروب المدرسه وقلت زي المدرسه عندي، ونفذت. رحت اسكندريه جبنا قماش بالكيلو، ونفذت في المحل زي رياضي اطفال، عملت بالقطع كده سعر رمزي لان القماش كان رخيص معايا، على اساس ان انا اعرف نفسي بالاول. بس دلوقتي موقفك ايه بقى؟ طبعا عاوزين نطمن عليك. والله انا تعب السنين كلها ديت راح في اللحظه ديت، يعني الحمد لله. عندك كام بقى عامله ولا لسه ولا؟ احنا 4 في المحل بس، مش عامله، احنا 4 يعتبر شركاء، يعتبر انتاج، بنشيل انتاج مع بعض. المحل كان فتحه خير ان انا اشيل، يجي لي من المحل دوت شغل صغير وكبير. التسويق اخباره ايه عندك؟ والله لسه بني سويف ولا طلعت بره بني سويف؟ انا بني سويف، بس كان نفسي ان انا امول مشروع صغير كورشه كده خياطة، عايزة أنفس كميات أكبر. السيدة زينب عبد الله عبد المعطي عبد المجيد أول سيدة حاصلة على مؤهل جامعي، واختارت العمل كسائقة لسيارة ميني باص تابعة لإحدى شركات السياحة، وهي أيضا عضو نقابة النقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، نموذج للمرأة المصرية المكافحة التي تقوم بعمل شاق. معنا عنصر آخر من العنصر النسائي النهاردة، كرمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نتعرف عليك وصباح الخير. صباح النور يا فندم، مع حضرتك كابتن زينب عبد الله، سواء في شركة أوبشن ترافل للسياحة وعضو نقابة النقل والمواصلات وخدماتها. بص مش كده؟ ميني باص. انا كان الحمد لله امنيه حياتي النهارده بتتحقق، يعني كانت اول ما ابتديت المجال وان انا ادخل في مجال السواقه كانت امنيه حياتي ان الرئيس يشوفني. والله انت اتكرمت انت كمان النهارده. الحمد لله، ده كرم من عند ربنا الحمد لله، وان شاء الله اقدر ارفع راس الست المصريه وانها تتكرم وتبقى تمام ان شاء الله. قولينا يا اختي زينب، انت التجربه جات لك ازاي؟ بص حضرتك، هي انا اصلا بحب السواقه جدا، وعايز انا كنت بدور على شغل، وجت فكره انا معايا بكالوريوس تجاره اصلا جامعه القاهره، بس يعني حبيت افكر بره الصندوق وحاجه انا بحبها، فالحمد لله ربنا اهداني ان انا اطلع رخصه مهنيه ثالثه، وبعدين استبدلتها لتانيه، وابتديت ابحث في الشركات السياحه الكبيره لغايه لما الحمد لله مستر محمد كامل بصراحه من الناس الداعمين ليا بشكل مش طبيعي، وللمديرين معايا واقفين جنبي، والحمد لله تثبتت خطايا في الشركه. خدت سيرك بقى، قولي لنا خدت سيرك بقى الطرق. يعني انا الصبح بقوم اروح الجراج، الصبح بطلع الجراج بستلم الباص، بيبقى الباص مجهز من كل حاجه، باخده وببتدي يومي، اطلع على ماسكه شركه يعني من الشركات كانت بنقل الموظفين فيها. القاهره ولا القاهره؟ في المعادي. الطرق الطويل يعني في عندنا في الصيف بتطلع رحلات في الصيف تبع الشركه. بطلع، يعني طلعت مطروح وطلعت العين السخنه، ويعني في مجالات ان شاء الله. ازاي بقى مع الركاب وكمان لو في اعطال لا قدر الله في الميني باص؟ احنا عندنا الشركه عندنا بصراحه يعني في صيانه دوريه دايما على الباصات، فلما بيحصل اي عطل بنبتدي ان احنا نبلغ الجراج عندنا وبنبلغ الصيانه، بيبتدي بيبعت لنا دعم من الصيانه عندنا بيجي في المكان اللي فيه العطل. السواق ما بيبقاش ليه علاقه خالص لان فيه كل حاجه ليها تخصص. متجوزه؟ الحمد لله. ام طيب؟ عندي 3 اولاد، عندي سيد وعمر وعمار. ربنا يخلي يا رب. الله يخليك. قولي لك ايه بقى؟ احنا فرحانين بيكي قوي يا ماما والله العظيم، يعني الحمد لله هم مبسوطين بيا، وانا الحمد لله يعني ان انا بعمل حاجه مختلفه، حاجه مشرفه، حاجه ان انا شايفه نفسي ان انا هبقى في الدوله الجديده، يعني حاجه جديده في الدوله الجديده، فدي امنيه حياتي ان شاء الله. بقى اشكركم استاذ الرئيس بكرمك النهارده. انا فرحانه جدا، يعني انا مش عارفه جوايا كذا شعور بصراحه، بس انا اللي متغلب عليا ان انا فرحانه جدا، امنيه حياتي ان انا كنت اشوفه لما كنت اسمع ان هو بيروح يفتتح اي مكان، بقول لو اعرف قبلها اروح اشوفه بس اسلم عليه، بس هي جت من عند ربنا الحمد لله. تقولي بقى للعنصر النسائي ممكن يخوضوا التجربه؟ انا
يعني انا فعلا بتمنى ان انا اكون فتحت او فتحت سكه او مجال للسيدات والبنات اللي هم حابين يشتغلوا حاجه مختلفه صعبه، بس ما فيش حاجه مستحيله. فلو في حد حابب ان هو يفتح المجال دوت انا موجوده، وان شاء الله يبقى فتحت خير على كل البنات واللي عايز يشتغل ويكسب من عرق جبينه يعني ان شاء الله. السيد يوسف السيد ابراهيم منصور مشرف انتاج ثاني بمصنع الشرقيه للسكر، تميز في ادائه لاعماله كعامل بشركه الشرقيه للسكر، وعرف عنه الانضباط والجديه. السيد درويش مصطفى محمد درويش مندوب زراعة ثالث بمصنع الشرقية للسكر، مشهود له بالتفاني في أداء عمله، ويشهد له الجميع ورؤسائه أيضا وزملائه بالكفاءة. مشاهد كرام، معنا اثنين من عمال مصر النهاردة اللي بيكرموا بالسيد الرئيس، نتعرف عليكم. صباح الخير. صباح النور يا فندم، كل عام وانتم طيبين وعمال مصر كلها طيبين. نتعرف عليك. معاك سينيور سوبرفايزر يوسف منصور شريال السكر. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. النهاردة شعورك وانت السيد الرئيس بيكرمك؟ النهاردة عندنا عيد غير عيد العمال، ان السيد الرئيس بيكرمنا النهاردة، واحنا بنقول له احنا معاك يا ريس، كل عام وانت طيب وعمال مصر كلك طيبين، ويجعلك دايما دايما كده في فخر بلدنا. واحنا بنقول لكل عامل في مصر اعمل ما تحب حتى تعمل حتى تجد الحصاد الذي تجده في نهايه العمل، وهذا شرف لنا ان احنا نكون في مكان زي ده النهارده. وكل سنه وانت طيب يا سياده الرئيس، وعيد ميلاد جديد لشركه الشرقيه للسكر في هذا التوقيت نقول عليه توقيت عالمي لهذه الشركة بعد النجاح الساحق لها، وأصبحت رقم واحد على مستوى العالم وبمنتجها الوحيد الفريد الذي ليس منافس له حاليا. سكر سكر قصب سكر وبنجر ولا بنجر بس؟ بنجر بس وتكرير. تكرير. بديلك كم سنة شغال هنا في الشركة؟ أنا هنا من 2016 بداية المشروع، بدأنا في إنشاء المشروع وركبنا المشروع، وبدأنا عملنا ستارت اب، وكنا عملنا اول موسم ناجح جدا وحققنا فيه نتائج مهمه جدا، وخدنا فيه احسن ستارت اب على مستوى العالم، وما زال النجاح كل يوم في تقدم. والنهارده وصلنا ان احنا خدنا جميع شهادات الايزو، وخدنا القائمه البيضاء اللي هي النهارده احنا رقم واحد في مصر، معنا القائمه البيضاء نقدر نصدر لاي دوله في العالم بالمنتج بتاعنا فريد. تسلموا كل سنه طيب. انت طيب. نتعرف عليك. مندوب زراعي درويش مصطفى محمد درويش. اهلا وسهلا بيك. الله يخليك. بقى طبيعه شغلك هنا في المصنع؟ طبيعه الشغل ان انا اشوف تعاقد مع المزارعين، تمام، واشوف بالنسبه للبنجر يعني بنجر. تمام، انا مندوب زراعي اشوف تعاقد مع الفلاحين المزارعين والفلاحين، تمام، واشوف التعاقد بتاعهم ونتفق على بنود التعاقد، ونشوف المواصفات تمام، ونشوف تحديد وقت الزراعه اذا كان هو هيحدد العروه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، تمام. عمليه تنسيقيه بينك وبين المزارع يعني المزارع، تمام. دايما الموسم بتاعكم بيبتدوا هنا من امتى؟ المزارعين والفلاحين بيوردوا البنجر امتى؟ شهر 10 سبتمبر، تمام، دي العروه الاولى، تمام. فبتحدد بعد كده، بتاخر كده كل شويه شهرين لحد ما نوصل للعروه الثالثه، تمام. نتفق على البنود ونصرف له البذره والكماوي ونوفر له من عندكم؟ من عندنا، تمام، بنوفر له كل حاجه، وهو ايه ونقول له يبدا ميعاد الزراعه كذا، تمام. بس هو ده اللي لما يخلص بقى الحصاد بيجيب لكم هنا، بيورد لكم هنا في المصنع برضو على ميعاد التقليع، تمام، ونتفق مع بعض على نظام التوريدات والحاجات دي. تمام. قول لي لك كام سنه شغال في المصنع؟ انا بقالي ده لحد دلوقتي 3 شهور. انت لسه بقى احدث واحد بقى. قول لي بقى النهارده وانت الرئيس السيد الرئيس بيكرمك. انا شعرت طبعا خاص حلو كمان، لان هو مشرفني اصلا في محافظتي، محافظه الشرقيه، تمام، دي منوره خالص، كانه عيد بالنسبه للشرقيه، تمام. ومتشكر جدا على السيد الرئيس وحضوره لنا وتكريمه لنا، والف الف شكرا يا رئيس، وبنحبك يا رئيس. الف مبروك وكل سنه وانتم طيبين. رئيس، ونقول له ان انت حاليا يا رئيس انت عيد ميلاد لشركه الشرقيه للسكر، يدون باحرف من ذهب بحضور معالي سياده الرئيس، وكل عام وفخامه سياده الرئيس بخير.
احنا النهارده بنحتفل بعيد العمال وكلنا شايفين المشروعات العملاقه اللي عن طريقها بنقدر نحقق التنميه ونوفر كتير جدا من فرص العمل. احنا فخورين بان دولتنا المصريه بتحافظ علينا وبتحمينا، احنا كمان بنقابل ده باخلاصنا واتقاننا في عملنا. بنعاهد مصر بلدنا اننا نشتغل ليل ونهار عشان نبني سوا جمهوريه جديده. مصر ما بتنساش عمالها، ولا عمالها ممكن ينسوا أفضلها، خصوصاً وقت الأزمات. الكل زي ما له حقوق عليه واجبات. أنا بخلق فرص عمل للناس دون أن أدخل في موضوعات معقدة جداً. يعني مليون فرصة عمل في السنة، ده رقم ضخم جداً. دول عملاقة ما بتقدرش تعمل ده، رغم أنها ما عندهاش النمو السكاني بتاعنا. لازم يكون أولاً عندنا ثقة كبيرة جداً في نفسنا، لأن اللي اتعمل بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل جهدكم كتير قوي. ربنا سبحانه وتعالى بصبرنا وجهدنا وإخلاصنا وأمانتنا وشرفنا، المسيرة دي هتكلل بفضل الله سبحانه وتعالى.